اخر قعدة لينا في المزرعة دي قبل ما يجي الإزالة وتزيل. اخر قاعدة لينا خلاص، خير ده كله اللي ورانا، اللي احنا مستنين الشجر يطرح نخش عليه، هو طرح مستنينه خلاص، هيزلوه عشان يستصلحوا غيره، يستصلحوا تاني. لينا 6 سنين مع الهيئة، تمام، هنملك لكم، هنملك لكم في الاخر. قول لا دي تبع ايه، المليون ونص فدان، وضفناها تبع المليون ونص فدان، فعشان يضيفوها تبع المليون ونص فدان هشيلوا ده كله عشان يستصلحوا تاني من اول وجديد، والمليون واللي احنا صرفناه على المزرعة هيروح في الارض كأنه اتحرق. طبعا هوريكم الصورة دلوقتي، زي شايفين المزرعة كده، وبعدين لما نشوف ربنا ما يورينا بعد ما يزلوها تبقى ايه. المزرعة دي فاتحة بيت 10 تنفار شغالين فيها، وزريبة بهايم، ولسه هتبتدي تجيب خير. وطبعا مش عارف الواحد يقول ايه، الحكومة عشان تستصلح تبوظ الاول عشان تستصلح. طب ما هي مستصلحة، طب ملكوها لنا، طيب قولوا لنا هاتوا فلوس كذا دفعونا وملكوها لنا، حتى لو من ضمن مليون ونص فدان. تمام، انا شاب خريج 2001 محاسب، لا اشتغلت في حكومة ولا اشتغلت في حاجة، فلوس ابويا مش فلوسي، دي اللي احنا عملنا بيها المزرعة، اشتريناها 10 وقلنا نبدأ حاجة هنا جديدة، نبدأ حياتنا. طبعا دمروا حياتي، برسيم حجازي، مزرعة ورا كلها برسيمة اهي، شجر وخضار وكوسة وشجر فاكهة، كله ده هيتشال عشان يستصلحوا غيره. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.